ممتاز إخراج صقر شود بأسلوب معين في الإخراج، وذلك من بداية الستينات بعد تأسيس المسرح الخليجي العربي في الكويت، وكان فنانا أصيلا صادقا في أسلوبه، كان يطلع ويقرأ ويبحث ويسهر. امتاز أسلوب صقر شود في أشياء كثيرة، ترك بصماته على هذه الأعمال الفنية والمسرحية. امتاز أولا في أشياء معينة، كسر وحدة الزمان والمكان في التأليف وفي الحوار وفي الحركة، استغل صالة الجمهور وبدأ يدخل الممثلين من الصالة ويخرجهم من الصالة ويستغل الصالة بكل إمكانياتها، ووضع مبررات لهذا الشيء. الديكور جعل بالشكل الرمزي والواضح في نفس الوقت للجمهور، كذلك ولف الأغاني والمقدمات الشعبية والأغاني الشعبية في أحداث المسرحية، ووظف توظيف فني بحيث تلائم الحدث وتلائم الحركة وتلائم موضوع المسرحية ككل. صقر شود الكاتب والمعد، لا شك أن الإخوة المشاهدين شافوا الكثير من أعمال صقر في التأليف المسرحي وفي الإعداد. كان يشارك زميله ورفيق كفاحة الفنان عبد العزيز سريع. امتاز تأليف صقر بالجرأة، امتاز بوضع الأسس الصحيحة والقواعد الصحيحة للتأليف، امتاز بما يدغدغ أحاسيس الجمهور ويحاول أن يبحث مشاكلهم من خلال المسرح. لا تخلو هذه الحياة الفنية ومع هذا الطريق الطويل الذي سار عليه الفقيد من الذكريات ومن المواقف. مثل ما قلت في الأول، هو كان من النوع الذي لا يستقر في عمله، لا يستقر في رأيه. بروفته مثلا تبتدي الساعة 5 أو الساعة عفوا الساعة 9، يبتدي هو الساعة 12، لا يستقر على رأي، ينتهي إلى الساعة 5، ينتهي إلى الساعة 6. مو مهم عنده أنه يسهر إلى الصبح، مو مهم أنه يعيد ويكرر مئات المرات. سريع في 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 حركاته، عنده مقدرة أنه يواصل معاك العمل من غير لا يكل ولا يمل، عنده المقدرة أنه يعيد المشهد مرة ومرتين وعشر وخمسة عشر وعشرين. طبعا هذه الأشياء اللي ما يعرف صقر عن قرب يحس بملل، يحس ان هذا الانسان قاعد يعني يطحده او قاعد ياخذ من طاقته اكثر من اللازم. فانا في مسرحيه علي جناح التبريزي كنت ماخذ دور قفه، ولاول مره بعد فتره طويله من الزمن نمثل لغه عربيه، وكانت هذه المسرحيه معده لمهرجان في دمشق، وكنت متخوف فعلا انا من اللغه العربيه لعدم قابليتها في بعض الأحيان لدى الجمهور المسرحي. فقبل رفع الستارة بيومين ناديته، قلت له صقر أنا متخوف من هذه المسرحية، أنا متخوف من دوري، وأرجوك لو تأجل العرض وتعفيني. قال الله يرحمه، أنت أعرض وبعدين تعال مسحها فيني. يا صقر أنا يعني لزمان ما مثلت عربي وخايف، وتدري شوية في دمها ثقيل يعني. قال انت اشتغل فيها وبعدين تعال حاجني. فعلا فتح الستارة في اول يوم، انا قاضب ايدي قلبي، صاير قلبي مرواس يطق. حاولت اني اقضب نفسي، اقضب اعصابي، حاولت اني يعني اقدم اقول، لغاية شفته هو ورا الكواليس يحاول يعطيني نوع دفعة من 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 التشجيع يعني انك تواصل. وفعلا وصلت، وما كنت متصور انها تتحقق هذا النجاح الكبير.
في الوطن العربي وفي الخليج. الله يرحمك يا صقر ويغمد روحك لينا ويعوضنا عنك في الأخوة الموجودين، وشكراً.